صباح الشهد والسكر ودهن العود. صباحكم عمان، تاريخ بوابة المجد الحاضر المشرق والمستقبل الزاهر، ونحن نتواصل أيضا معكم في قهوة الصباح مشاهدينا الأحبة في هذه المحطة الأخيرة. الحديث سيكون بإذن الله عن شركة مهنة الطلابية التي تعتبر أيضا الوسيط بين المتدرب والراغبين في التدريب والباحثين أيضا عن الدورات المتنوعة. رح نتحدث أكثر عن هذه المنصة مع ضيفتنا الكريمة الفاضلة ثويبة بنت عبد الله الزكوانية، مسؤولة القسم المالي بشركة مهنة. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في قهوة الصباح. صباح النور. مرحبا بستاذة ثويبة، واحنا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامجنا. هناك افكار كثيره ليش اللي الطلبه والطالبات من الشركات الطلابيه حقيقه في مختلف مؤسسات التعليم العالي في السلطنه، افكار تعددت وتنوعت، عصف ذهني يقام كثير كل سنه عشان فعلا يخرجون بمنتج او بفكره او بمشروع ما. انتم ركزتم تحديدا على شركه مهنه، اخترتم حتى مهنه واخترتم الموضوع اللي ذكرته حوراء قبل قليل، فالفكره كيف جاءت ولماذا؟ اولا احنا طرحنا المشكله اللي تواجهها الشعب العماني، ففكرنا في عدة حلول وفكرنا نعمل منصة. جاءت فكرة المنصة بالتعايش مع الوضع الحالي اللي تعيش فيه الشباب، اللي هي قلة الوظائف وارتفاع نسبة الباحثين عن العمل. وركزنا أكثر شيء على المهارات والخبرات، فمن خلال هذا كله قررنا احنا نعمل منصة لتقديم خدمات تعليمية مهنية للطلبة، ومن خلالها يعني قمنا بعمل المنصة و اشتغلتم عليها. أيوه. إلى أن ظهرت كما ظهرت عليه الآن. جميل، يعني جاءت هذه المنصة لتطوير مهارات وقدرات الشباب العماني. طيب، يمكن الحين المشاهد الكريم حاب يعرف عن آلية عمل هذه المنصة، منصة مهنة. هي منصة مهنة ك يعني عمل، كيف يعني تضمن الـ هي آلية عمل المنصة كتطبيق تضمن فيه المدرب والمتدرب. نعم. ومن خلال هنا المدرب ممكن انه هو يدخل معنا في على صفحة التسجيل ويسجل معنا، والمدرب ممكن انه هو يطلع على الدورات. أيوة. اللي متوفرة احنا معنا ويسجل فيها. جميل جميل. يعني عندنا الآن فئتين، فئة مدرب وفئة متدرب. كل المتدرب عندما يريد يدخل في دورة ما أو يبحث عن دورة تدريبية في مجال يهمه، كل اللي عليه فقط يدخل إلى نطاق هذا التطبيق وبالتالي يشوف أبرز الدورات المقدمة وأبرز المدربين اللي راح يقدموا هذه الدورات، صحيح؟ أيوة. وبخصوص المدربين لازم يكون عندهم كفاءة ومهارة وخبرة ونفرح لهم بذلك. أيوة. عشان ممكن أن يتسجلوا عنا في منصة مهنة. نعم. الحين بما أننا نحن تكلمنا عن هذه المنصة بشكل أوسع، أنا حابة أعرف عن أبرز أيضا الدورات المتنوعة اللي تقدموها للأشخاص اللي حابين يكونوا معكم أو يشاركوا معكم في هذه المنصة. إحنا عندنا عدة خدمات، عندنا خدمة التدريب اللي هي تكون من صاحب المهارة، فيتم توصيلها إلى حال يعني تعليم حال الطلبة من اللي حابين يتدربوا أساسا ويدخلوا هذه الدورة. أيوة، بس يكون من عمر 18 سنة وأعلى. ممتاز. احنا نشوف في مختلف المنصات، مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، الكثير من المدربين يعني يقوموا بدورات جديدة وأيضا مواضيع متجددة. هل أنتم أيضا أول بأول تقومون أيضا بالتواصل مع هؤلاء المدربين بحيث تكون هذه الدورات متاحة بشكل حصري أساسا في نطاق هذا التطبيق أو لا؟ أيوة نعم، إحنا نقوم بالش اسمه التواصل أول بأول. أيوة. مع المدربين ونتابع معهم، وأيضا حتى إحنا عندنا شو اسمه خدمات كثيرة في المنصة. جميل. طيب، في هذه الفترة أيضا ثويبة هل عاملين مثلا برنامج معين للشباب؟ هو في برنامج، إحنا برنامج همتكم هي برنامج الدعم الذاتي، فيها منتسبات من جمعية المرأة العمانية،
في كان بين زيارة لهم، وإن شاء الله في الأيام القادمة ممكن إحنا ندشن المنصة ويكون جمعية المرأة العمانية يكون دعم لنا. حلو جميل. أنتم شركة طلابية من أي مؤسسة تحديدا؟ مؤسسة التعليم المهنية. أي كلية؟ الكلية المهنية. ممتاز. كطلبة وطالبات من مختلف التخصصات ولا من تخصص لا من معين؟ مختلف التخصصات. حلو. كيف اشتغلت؟ خبرين الحين وخبر حوراء وخبر أيضا المشاهد الكريم آلية العمل علشان فعلا تشتغلوا على هذه المنصة وتكون متاحة للجمهور وتكون أيضا ذات جودة جدوى وفاعلية في ذات الوقت، كيف اشتغلتوا عليها؟ خبريني عن الفريق. احنا عملنا اولا كبرنامج هو برنامج اصلا يتم عن على مبدا التعليم عن بعد، ومن خلال عن طريق التيم او زوم، لان هي برامج متاحه ومجانيه للجميع. هذه بدايتكم يعني في الموضوع. ايوه لان برنامج متاحه للجميع، فمن هنا قررنا ان احنا نعملها عن طريق برنامج زوم او التيم. الفريق متعاون متكاتف، خليه نحل تشتغلوا على الموضوع. احنا متعاونين ومتكاتفين وان شاء الله نطمح ان جميل. الحلو ان كل البرامج اللي تقدموها برامج مجانيه. زين، انا ابغى اعرف الحين، أنا أريد أشارك معكم في هذه المنصة وأدخل أيضا في أحد الدورات التدريبية اللي تعملوها، كيف أقدر أتواصل معكم؟ إحنا منصة تسجيل، ممكن المتدرب يدخل عنا ويسجل عنا، بس طبعا يكون ما فوق 18 وما فوق. أيوة ما فوق، هذا الشرطر الأساسي معكم. أيوة. إنزين، البعض عنده، أنتوا الحين قلتي تجيب تتواصل مع المدربين اللي عندهم دورات معينة وتدخلوها داخل نطاق هذا التطبيق بحيث الناس يسجلوا فيها. أيوة. لكن أنتوا كشركة طلابية تسعوا قدر الإمكان أنكم تروحوا وتتواصلوا مع المدربين علشان يعملوا دورة ما في موضوع ما رغبة للمتدربين أو المتابعين لكم حابين هذه الدورة؟ شيء أكيد، لأن إحنا في الحين في أكثر من مهنة، فممكن تكون مثل المدرب ما عنده خلفية عن منصة مهنة، فإحنا كشركة طلابية نروح ونشوف على المتدربين. فهم لك، لكن مثلا في 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 المتابعين أو المسجلين داخل التطبيق مثلا حورات دورة في الطبخ، فن الطبخ مثلا، عادة تتواصل أنتم مع مدرب أو مدربة يعنى بهذا الجانب وبالتالي يعمل هذه الدورة؟ يعني أنتم اللي تنسقوا لهذه الدورة؟ أي إحنا اللي ننسق الدورة، وإحنا اللي نسوي ممكن إعلان للمتدربين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل عيون عمان، ومن خلال مختلف المنصات والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. جميل، يعني الفكرة جدا واضحة عن منصة مهنة الطلابية. شكرا لك ثويبة بنت عبد الله زكوانية، مسؤولة القسم المالي بشركة مهنة، كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه المنصة، وهذه دعوة أيضا للشباب العماني إنهم يدخلوا المنصة وأيضا يستفيدوا من كل الدورات اللي تقدموها لهم. شكرا. إذن مشاهدينا نستمر معكم، نروح الآن إلى فاصل وبعدها إن شاء الله لنا عودة لختام حلقة اليوم، كونوا معنا. موسيقى
انت من الاظفار كل همسه تنادي يما من هابطينك ما قبلنا غير عينك وين ما مسحت يمينك ثبت اشواق الكبار كلنا عشاق وانتي سلطنة من يوم كنتي الوفا والحب انتي كل ايام النهار كلنا عشاق وانتي الوفا والحب انت كل ايامك نهار الروابط اللي تغني بالشجاد روحي حفظ الله عمان وادام عليه الخير والرخاء والامن والامان ونحن نعيش تحت ظل قياده حكيمه مستنيره لمولانا حضره صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطانا وخطاه. مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا بكم الى ختام برنامجنا لهذا اليوم في الحلقه الاولى خلال هذه الدوره البرامجيه وايضا من هذا المكان المميز والجميل مطعم الزواده نوجه لهم اكيد كل التحيه والتقدير والشكر خاص اكيد لصاحب المطعم الدكتور سيف بن ناصر الزهيمي وتحيه خالصه ايضا لبلديه مسقط على تعاونهم معنا خلال الفتره الماضيه وخلال الفتره المقبله وننوه للجميع بان المتنزه مغلق حاله كحال باقي المتنزهات في السلطنه دمتم بخير وفي امان الله. إذا مشاهدينا الأحبة ملتقانا بإذن الله راح يتجدد غدا في حلقة جديدة من قهوة الصباح نتمنى لكم دائما نهار سعيد وممتع إلى اللقاء.